الإنسان يحب يشم ريحة المخدرات أو يشم ريحة الدخان أو يشم ريحة الأراجيل، إنسان يحب يسمع النميمة والغيبة، بيستلذ بهالشيء، بينتشي. إنسان يصير يحب العلاقات المحرمة، وحدة تصير تحب تمشي وهي وبالشارع متبرجة والناس تلطشها، الناس تحكي معها، تنبسط، تنتشي لما تسمع الناس عم تتغزل فيها بالطريق، أو لما تكون مثلا حابة تبين شعراتها هي وماشي، والشيطان يزين هالموضوع. لما نحس بهالموضوع لازم نكثر من دعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. واحد بصير يحب الصلاة بعد ما تكون تقيلة، الله بزين الصلاة بقلبه، بزين الصيام بقلبه، بزين القيام بقلبه، بزين العفو عن الناس بقلبه. الله يبعدنا وإياكم عن الذنوب والمعاصي. اللهم آمين.